السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم متابعينا عبر صفحتكم صفحة إسلام علوي، برحب بيكم. لايف مهم جدا النهاردة، في ملفات كتير أوي في نادي الزمالك. أول زيارة للمستشار مرتضى منصور، أو أول عودة حقيقية ودخول مرتضى منصور إلى نادي الزمالك ومقابلة أعضاء الجمعية العمومية، وشوية تصريحات نارية نارية جدا. هقول لحضراتكم قال إيه، أربع خمس تصريحات وملخصوا الأحداث بالكامل. وأيضا بيراميدز بتستمر في الضغط على لاعبي نادي الزمالك، ورد قوي من طارق حامد. ولكن في البداية كالعادة دعوني أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب يومكم يكون جميل زيكم كده، ودايما في الأفضل ودايما في الأحسن ودايما محققين كل اللي بتحلموا بيه. المستشار مرتضى منصور، نبدأ كده بقصة المستشار. النهاردة كان موجود في نادي الزمالك لأول مرة بعد قرار عودته هو ومجلسه، والنهارده وصل الى نادي الزمالك، وكان استقبال رائع من اعضاء الجمعيه العموميه. الامور كلها كانت اكثر من رائعه، وكان الجمهور او الاعضاء سعداء تماما. وكاس كان في خمس تصريحات اقوياء جدا، مهمين جدا، يهموا جميع المشجعين. لو انت اهلاوي هيهمك تعرف الملف ده، المستشار هيتكلم فيه ازاي. لو انت حتى ما بتشجعش حتى كورة، برضو شخصية المستشار في حل مشاكل نادي الزمالك يكون عندك فضول ازاي هيقدر ان هو يحلها. وطبعا لو انت زملكاوي بكل تأكيد هتكون مهتم تعرف الموضوع هيمشي ازاي. تعالوا بينا نمشي كده واحدة واحدة، تاتا خط العتبة. برحب بيك يا محمد هاني ومحمود نبيل وكل الموجودين معايا على اللايف، محمد النحال وكل الناس المحترمة. مرتضى منصور اول قرار النهاردة خرج بيه، وهو خروج الكابتن فاروق جعفر رسميا من المسؤوليات داخل جدران نادي الزمالك. كابتن فاروق جعفر اللي كان مستشار فني لنادي الزمالك من ناحيه التعاقدات، هو اللي كان يقول لهم الافكار ازاي يتعاقدوا، ازاي يجيبوا لعيبه، ازاي يرحلوا، ازاي الكلام ده كله. بس ما كانش فيه ارتياح لجمهور نادي الزمالك تجاه اداره كابتن فاروق جعفر. النهارده المستشار مرتضى منصور يحسم هذا الملف نهائيا، وبيقول لكابتن فاروق جعفر شكرا، كتر الف خيرك، من النهارده خلاص ما اصبحش ليك مسؤوليات، مالكش دور في نادي الزمالك من هذا اليوم، ولكن تبقى رمز من رموز نادي الزمالك، ولكن مالكش دور في نادي الزمالك من النهارده. ده القرار الاول. ركز معايا، اللايف النهارده سريع، تابعوا معايا من بدايته لحد نهايته عشان ما يقعش منك حاجه. فاذا القرار الاولاني، المستشار مرتضى منصور قال لكابتن فاروق جعفر شكرا يا كابتن، جزاك الله خير، احنا مش محتاجين خدمات حضرتك. ده القرار الاول. القرار الثاني، المستشار مرتضى منصور حسم رسميا قرار دخوله الانتخابات بشكل رسمي وحاسم، وقال لأعضاء الجمعية العمومية خلاص أنا داخل الانتخابات القادم. احنا المعلومة دي كنا عارفينها، ولكن هو أكدها المرة ديت، وضاف حاجة عليها صغيرة كده، ان هو مصمم ان الانتخابات تقوم باللائحة الاسترشادية اللي هو حاططها ومجلسه، مش باللائحة الاسترشادية بتاعة الدولة. ليه وجهة نظره ان ده مجلس وعاد يرجع كمان ايه باللائحة بتاعته؟ هل هيقبل الوزير او ما يقبلش الله اعلم، ولكن هنا المستشار مرتضى منصور طالب انه يرجع باللائحه الاسترشاديه اللي هو حاططها. تمام، كان في بعض الرسائل الموجهه والواضحه لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق في الحقبه البائسه الصعبه اللي مر بيها نادي الزمالك، وجه له بعض يعني العتاب بسبب ما اسماه يعني بالتخاذل في الدفاع عن حقوق نادي الزمالك في الفترة الصعبة اللي عدت لها السنة اللي فاتت. تم قرار ايضا مهم جدا، هو شطب عضوية كل من عادت له العضوية، شطب عضوية كل من عاد له. ركزوا في النقطة ديت، لان النقطة ديت بتمس اشخاص كتير جدا، واقول لحضراتكم ان دي اهم نقطة، واقول لك ليه. شطب عضوية كل من عاد له العضوية خلال حقبة اللجان. يعني ايه خلال حقبة اللجان؟ يعني من اول المستشار رحمة الله عليه، المستشار احمد البكري، ثم بعد كده اللي هو عماد عبد العزيز، مرورا بالكابتن حسين لبيب. في ناس كتير جدا خلت عضويات، اعلاميين، ناس كانت مع خلافه مع المستشار مرتضى منصور، اشخاص كتيره جدا خدت كارنيهات وعضويات ورجعت لها العضويات، واللجان اديتها عضويات عشان يرجعوا لنادي الزمالك. منهم اللي جمهور الزمالك كان متضايق بسبب دخولهم لنادي الزمالك، وفي اللي ما يعني ما نعرفهمش احنا كمان. فقرار واضح
ان كل اللي خد كارنيه عضويه في حقبه بقى اللجان يعتبر الكارنيه ولا ليه اي قيمه، يعني خلاص الكارنيه اللي ما عملوش اي لازمه، مش هيخش النادي ومش هيعترف بالعضويه ديت او كارنيه الدخول ده. خد بقى على الشاكله ديت مجموعه كبيره من الاسماء، مجموعه كانت من الاعلاميين ومجموعه احنا ما نعرفهاش، ولكن الدايره اللي جوه ممكن تكون هي اللي عارفاها. تمام؟ فاذا القرار الثاني اللي هو خده ان العضويات هتتلغي. اي حد رجع له عضويه يعني كانت عضويته موقوفه ورجع له العضويه واللجان هي اللي اديتها له غير حكم المحكمه، ده قصه ثانيه. ولكن اللجان اديتها له ده شكرا، مش هيتقبل العضويه بتاعته او الكارنيه بتاعه. ايضا المستشار مرتضى منصور عكس بقى الجميع اللي بيصادف في مال عكره، يجي يقول لك دايما ايه هو في اي خلاف بيوجه هجوم شديد جدا للسيد الوزير. لا خالص، بالعكس السيد المستشار مرتضى منصور يوجه شكر للوزير اشرف صبحي على دعمه لنادي الزمالك وعلى تطبيقه للقانون. المستشار مرتضى منصور يشكر الوزير اشرف صبحي. يمكن بعض الناس ما كانتش يعني ايه منتظره ده، كان منتظر صراع تاني انه يطلع يقول كذا او يحصل اي خلخله بقى من خلال الكلام والكلام ده. هو المستشار عارف هو بيقول ايه كويس، وايضا مدين للسيد الوزير اشرف صبحي لانه طبق القانون وان هو راجل محترم وقام هو باعاده المجلس المنتخب مره تانية. ايضا في خبر حلو بقى، الخبر ده ركزوا فيه، في 300 مليون جنيه المستشار مرتضى منصور وعد جمهور الزمالك ان هم هيدخلوا خزنه نادي الزمالك خلال الايام الجايه دي. 300 مليون جنيه يا اسلام، 300 مليون جنيه رقم طبعا لو جه هتزقزق وتحلو وهتبقى 100 فل و10، رقم جميل جدا. نتمنى 300 مليون جنيه، ما قالش المصدر يعني ما قالش الفلوس دي هتيجي منين، ولكن ممكن يكون مثلا من بوتيكات، ممكن يكون من تسويق، عامه افكار تسويقيه في لحظه ما شاء الله الله اكبر من فكره واحده اهو او موضوع في 300 جنيه سمعناهم شمناهم بقى نحسهم قربوا من نادي الزمالك. 300 مليون جنيه رقم محترم جدا، هيحل مشاكل كتير في نادي الزمالك وبالاخص ملفات التجديد والتعاقدات الخاصه باللاعبين. خلي بالك ما تمشيش، لسه جاي لموضوع طارق حامد والتجديدات، اهدى 2 سنتي. الخبر اللي معايا بعد كده ان الاستاذ امير مرتضى منصور هيسافر للبرتغال. من فترة كنا بنقول انت عندك ازمات طلع مندوب من عندك يحلها ويروح يتفاوض مع الفيفا. ولا الهوا يا بيه، الناس كلها كانت قاعدة نايمة نن اهو ومحدش كله عمال يجي يقول لك ايه خلي الفيفا تعمل اللي هي عايزة تعمله. المشوار مرتضى منصور ادى الضوء الاخضر للاستاذ امير مرتضى انه يسافر البرتغال عشان يحل الازمتين بتوعت نادي الزمالك، واحدة بتاعت مارتيمو البرتغالي والتانية بتاعت سبورتنج لشبونة. انت عندك مشكلتين، مشكلة شيكابالا ومشكلة محمد ابراهيم، فالاتنين عليها افضل الصلاة والسلام يا احمد يا علاء، عليها افضل الصلاة والسلام. فاذا عندك المشكلتين دول مارتيمو وايضا سبورتنج لشبونة، هيسافر الاستاذ امير مرتضى منصور الى البرتغال لحل الازمتين دول. الحركة بركة يا جماعة، الحركة بركة، خد بعضك واتحرك وانزل روح شوف الازمه فيها ايه، اقعد مع الانديه ما تكسلوش. يعني هي المشكله حتى في الفتره اللي فاتت ان الناس ما كانش عايز تتحرك، جايب محامي والمحامي يتكلم حد محامي في بلد تانية وكله نايم وكله قاعد في مكانه، ما حدش عايز ياخد خطوتين ويجي يقول لك يعني ايه سيبها على الله، سيبها على الله هتعدي، ربك هيزيح، ولا من غير دراسات ولا من غير افكار ولا من غير اي حاجه. طب يا جماعه ابعتوا حد، يا جماعه صفروه، ابعتوا حد للانديه يقعد ياخد ويدي بشكل ودي معاهم، يشربوا اتنين سحلب الامور تهدى، يرادوا بعضيهم يحبوا على دماغ بعض، ولا كام حد بيتحرك. فقرار محترم جدا ان الاستاذ امير مرتضى هيسافر يسمع بقى من بتوعات مارتيمو ايه القصه وايه الحوار وايه الحدوته، وهترسى طب من عندك شويه، طب عندي شويه، طب العمليه تمشي ازاي، طب كده حلو قوي مرضيه قوي متعشيه، ويقوموا حبايب والعلاقات متوطده والامور جميله. نفس الكلام في فريق سبورتنج لشبونه، انا بحب الحركه، فخطوه انا شايفها محترمه جدا ان انت تاخد الجوله، ما تخليش الجوله هي اللي تجيلك، انت تاخد الجوله ما تخليش الجوله اللي تجيلك، انت قوم اتحرك روح للانديه، روح شوف المشكلة معاك في الفيفا وصلت لفين، اتفاوض مع الأندية يمكن ينزلوا شوية يمكن يهدوا شوية. فأنا بشكر المستشار والأستاذ أمير على هذا القرار، قرار محترم جدا. تعالوا لي بقى، تعالوا لي فريق بيراميدز،
فريق بيراميدز. عارف انت يقول لك في مثل يقول لك لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. هو طبعا مثل مش له علاقه طبعا بالكوره يعني انا بهرج، ولكن الزمالك بعد كل اللي انت فيه يا فريق بيراميدز مفروض يكون فيه شويه نظر ان خلاص يعني العدد اللي عنده دوت القليل ده، العدد ده هيقعد معاه سنه ولا اتنين ولسه قيد الله اعلم هيقفل لحد امتى، عندنا ازمات كتير. لا ليه وليه؟ تعالى يا بن شرقي نقعد معاك، تعالى يا طارق حامد نقعد معاك، وهلم مجره وبيراميدز عمال بيجس نبض كل لعيبه نادي الزمالك اللي عقودها قربت تخلص. الكلام ده اسلام على مسؤوليتك؟ الكلام ده والله العظيم على مسؤوليتي. زي ما جيت قلت قبل كده ان بيراميدز كان بيجس نبض اشرف بن شرقي، النهارده بيراميدز بشكل صريح وواضح بيجس نبض طارق حامد، لكن هو جاي لمين؟ داخل في حيطه سد، داخل في حيطه سد. انا عشمي في ربنا وفي طارق كبير جدا، وعارف ان هو انسان خلوق وان هو مش هيبيعنا ابدا ولا بكنوز الدنيا، لان المتأصل اللي شبعان اللي بيحترم جمهور نادي الزمالك عمره ما يبص لشويه فلوس حتى لو كانت كتير في سبيل ابتسامه ولا ضحكه من مشجع زملكاوي من قلبه يكون مبسوط وبيشجع طارق حامد. ده مش طارق، وطارق انا عارف ان هو راجل وعارف ان الرجاله اللي بجد تشتري خاطر جمهورها، وده الفرق بين اللي بيبص لها فلوس واللي بيبص لها حب. طارق اللي جاله ايام تركي الشيخ تلات اضعاف عقده في نادي الزمالك وكان اصغر من كده تلات سنين، وكان تركي الشيخ بقى وما ادركه من فلوس تركي الشيخ، والراجل قال لك يا الزمالك يا ما بلاش من غيره اللعب ما يحلاش. فاكرين يا جماعه ولا مش فاكرين؟ يا الزمالك يا اما بلاش من غيره اللعب ما يحلاش. الراجل مرضيش، وعلى الرغم ان تركي الشيخ كان عايزه في نادي بيراميدز لما كان بيعمل تشكيله الاحلام، لما كان ساعتها بقى عبد الله سعيد لسه واخده وقبلهم احمد الشناوي وعلي جبر وبتاع. فلك ان تتخيل ان طارق حامد اللي 33 سنه دلوقتي هيبيع نادي الزمالك وجمهوره بعد اللي وصل له ده كله؟ كان اللي قبله استفادوا حاجه، كان اللي قبله استفادوا حاجه، ما المناصب كلها معروفه في لا زمالك يا اهلي، انا كلام منتهى الصراحه، الشعبيه والشهره كلها معروفه، لا بيراميدز عنده منابر اعلاميه ولا عنده اي حاجه خالص، والليله كلها عباره عن زمالك واهلي اعلاميا، فهو حسابها اعلاميا بس. قبل الاعلاميا طارق ذكي وفي نفس الوقت محب لجمهور نادي الزمالك، وفي اسماء انا بشكش فيها، في اسماء انا بقلقش منها، طارق جنش عبشافي يعني حازم امام، في اسماء اوباما، رغم الناس تيجي تقول لك بس اوباما زملكاوي جدا، ففي بعض اللاعبين الونش في لعيبه كده انا برتاح لما حد يجي يجيب سيرتهم ولا يتكلم اجي اقول له ما تقلقش الملف دوت منتهي، الملف ده منتهي، لان عندنا لعيبه رجاله حافظه وعارفه تاريخ نادي الزمالك ومقدره قوي، فانا بقى مرتاح. بيراميدز بقى مشغله ايه الجمجمه ومشغله بقى الايه الفقره علينا وعمالين يفكروا. راحوا بيكلموا طارق وقالوا له يا باشا تعالى مش عارف عرضنا عليه 30 مليون ولا كام على الترابيزه وكاش ونحل الموضوع، وتعالى وسيبك وانت كده كده قاعده خلصان ومحدش هيلوم عليك وبتاع. والله يا جماعه حصل وثيق من مجلس اداره نادي بيراميدز، ايه رايك وتعالى ويلا والحكايه والروايه. طارق رد محترم وكويس، لان بصوا يا جماعه دايره الاعلام دايره ضيقه، دايره الاعلام دايره ضيقه وكل حاجه فيها بتوصل. راجل رد قاطع وقال لهم الزمالك ما يتسابش، الزمالك ما يتسابش، انا عايز انهي حياتي في الزمالك، انا مبسوط في الزمالك، ولو اقل لو اقل لو هاخد الربع، لو هياخد الربع. فاحنا بنشكرك يا كابتن طارق، انت لعيب محترم واحنا بنحبك وحبنا فيك ما كانش من شويه. وعلى فكره ان شاء الله باذن الله لما الامور الماليه هتتحسن كل اللعيبه اللي وقفت مع الزمالك في ازمته هتتقدر، وافتكروها كل لعيب وقف مع الزمالك في ازمته هيتقدر، وكل لعيب فكر يقلب وظروفنا وحشه وتصعب على الكافر ده بقى اكيد مش هيتشاف. اللي قاعد يجي يقول لك زودوني، واللي قاعد يجي يقول لك اصل زميلي بياخد اكتر مني ب 2 جنيه ونص فانا عايز ابقى احسن منه، واللي ده عمال يبص لده وده عمال يبص لده ومحدش شايف الزمالك وكان اخر اهتماماتهم نادي الزمالك، دول هنتعامل معاهم احنا كمان ستريت. خلاص انت حسبتها بيزنس احسبها معاك بيزنس، ولكن عندنا احنا 5 6 لعيبه كده محترمين جدا راقيين جدا بنقول لهم شكرا على تقديركم واحترامكم لنادي الزمالك. ده كان كل الملفات النهارده. بطمنكم طبعا اني اشرف بن شرقي كمان بعد المشكله بتاعت عموته واللي عمله امبارح، كنت شفتوا الفيديو اللي انا نزلته عندي على صفحتي واللي قاعد يتكلم فيه على اني اشرف بن شرقي بيستحق نادي تاني، احنا اتكلمنا وعلقنا مش عيد تاني نفس الكلام، الجميع عارف قيمه نادي الزمالك.
لا كابتن عموتة ولا كابتن ابو موتة ولا الكلام ده كله. مفيش بني ادم في الدنيا هيجي يعرف يقلل من قيمة نادي الزمالك، كل احترام لكل الناس، الموضوع ده منتهي. اشرف بن شرقي كان في اتجاه ان هو يتسحب من منتخب المغرب، يرجع وما يكملش مع منتخب المغرب، لاني اصلا اللي ما يعرفش يعني كوره او مش متابع ممكن الناس تيجي تقول لك ازاي، بسبب ان البطوله ديت مش في الاجنده الدوليه، يعني من حق الزمالك يرجعه. المهم الراجل بمجرد نزوله مصر ان شاء الله ليه جلسه مع المستشار مرتضى منصور والاستاذ الامير مرتضى منصور، ملفه هيخلص باذن الله. المجلس الاداره عليه مسؤوليات ثقيله جدا وهي اخطاء فاتت، بس خلي بالكم انه ده تحديات كبيره قوي، وهي الحفاظ على اللعيبه وانت عندك ايقاف قيد، يعني مجبر وفي توقيت ضيق، اضيق من المساعه في التوقيت كان قدامه سنه، اللجان اللي فاتت كانت قدامها سنه تتفاوض وتخلص وتعمل، طار منها اللي طار وقعد منها اللي قعد، وفي النهايه ادينا عايشين مع نادي الزمالك ونشوف ايه المستجدات. كل الدعم لزمالكنا العظيم ودايما في احسن ودايما في تالق وابداع ودايما في ظهره. عايز اقول رساله يا جماعه قبل ما اقفل اللايف، رساله العيال اللي بدات تطلع تتغنى عن نادي الزمالك كتروا قوي. تاني العيال اللي بدات صفحات، حتى بعض الصفحات من النادي الاهلي عرفت تنشر لهم، ليه يقول لك ايه مش عارف راموس البطاطس وراموس العيال، والعيال اللي هي بتطلع تتغنى عن الزمالك ويجي يقول لك ايه زملكاوي وحقاني. الحاجات دي يا جماعه والله العظيم بتتعبني، بتجيب لي حموضه. ما تقعدوش تشيروها بحجه ان هو زملكاوي عشان لبس تيشرت الزمالك، لان اقسم بالله الحاجات دي انا بتجيب لي حموضه تتعبني، وانا بحب اكون ريلاكس، مش عايزين ابقى هادي على طول، بحاول اكون هادي بس مش تنكشني. النوعيه دي يا جماعه والله العظيم بتجيب لي حموضه. العيال دي لا هي زملكاوي ولا بصوا بداوا ينتشروا، انا بشوفهمش، بس مش كل شويه تقعد تضرب مثل وتفتكر ان انت جايب لي نوعيه من الزملكاوي، ده مش زملكاوي يا حبيبي، انت ما تقارنلي قارنلي بحد عدل. انت كل شويه تقعد تضرب مثل وتيجي تقول لي بص هو زملكاوي حقاني احسن، ما اعرفش يا عم زملكاوي حقاني مين، ما انت عارف اللي فيها، ما تضحكش على نفسك، ما تقعدش تجيب لي شويه عيال. الواحد مش عايز والله العظيم يا جماعه بيعف لسانه على غلط، ما اعرفش اغلط في حد، لكن دول بلا مبدا، دول ابيض، دول فاضيين، دول ما عندهمش اي حاجه، دول عيال ملزقه. عارف العيال ملزقه؟ هو عيال ملزق عمال بيحك في الزمالك لابس تيشيرت هو ما يمسش تيشيرت البصله. والنبي بلاش موضوع الشيرات اللي انتوا بتقعدوا وايه وتعملوا لي بقى تاجات، وبص عشان زملكاوي حقاني بيقول ايه ويقعد يقول لك يا بائس ويا محلي. هو في والنبي حد زملكاوي محترم يقعد يغلط في ناديه او يتجاوز في حق ناديه؟ احنا نضحك على بعض يا جماعه، بس الحاجات ديت تتعبني. ومش تخلوني اشك بقى في قوه العقليه بتاعت اللي بيديروا الصفحات دول، ما تخلوش اشك فيهم، لان انا متاكد ان هم مش مقتنعين، انا متاكد ان هم مش مقتنعين باللي هم بيعملوه ومش مقتنعين اللي بيعملوا ده. يعني هما مقتنعين ان هما دول غلطانين بس بيشعروها من باب ان هما بينكفونا. زملكاوي الحر معروف، لو انت اختلفت معايا هتختلف معايا وانت بتحترمني، والكلام ده انا قلته مليون مره، هتختلف معايا عشان عارف ان انا زملكاوي، بس زملكاوي محترم بعشق تراب ناديه زي ما انت بتحب ناديك. بس العيال الملزقه اللي تقعد كل شويه تطلعها لي والاقيهم بيعصبوني حقيقي اقسم بالله، لا يمسوا للزمالك بصله، يعني انا لو في ايدي احجر على بيع التيشيرتات في الشارع وما اديش التيشيرت اللي لما اعمل اختبار زملكاوي اقسم بالله عاملها. مش اي حد يلبس تيشيرت الزمالك يا جماعه، دول وسخوا التيشيرت والله العظيم، اساءوا ليه اقسم بالله، اساءوا ليه. شويه عيال ملزقه ربنا يهديهم، انا ما يفرقوش معايا، انا كده ما اشوفهمش، بس ما تقعدوش بقى في صفحات الاهلي كل شويه تعملوا تجات تيجي تقولي بص يا اسلام الفرق ما بينك وما بين كذا ده حيادي. حيادي ايه؟ حيادي ايه؟ ما هو انا بص نفس التعليم كلنا نفس الطبقه تقريبا، طبقه متوسطه ونفس التفكير، ما حدش فينا فز، احنا انا وانت فاهمين، انت عارف بس بتكابر، عارف ان ده لا زملكاوي ولا غيره، وعارف انه بيقول لك اللي انت عايزه، وعارف انه بيخبط فينا علشان المشاهدات، وعارف انه بيجي علينا عشان المشاهدات وانت بتدعمه، ما انت فاهم. يبقى انت ليه بتضرب مثل؟ ليه بتضرب مثل؟ ليه بتبقى عايزنا مثلا لو في واحد محترم مثلا زي ماضو ولا زي اسلام اي حد انت بتقيمهم ان هم زملكاويه رخمين؟ لا عشان بيدافع عن النادي يعني رخم. طب انت بتحب النوعيه الثانيه الملزقه اللي هي اصلا عيال ريحتها وحشه ولا اصلا ليه نادي بيشجعه ولا اي نيل عمال كل شويه يقلع تيشيرته ويلبسه ويلبس تيشيرت ثاني؟ يا جماعه الانتماء حاجه ممتعه وانا بحترم اي اهلاوي محترم. طب ما انتوا عندي النهارده لما انا كنت منزل بوست على عبموته يعني طب ما هو الراجل مدرب منتخب المغرب، ما انتوا اهلاويه كتير دخلوا دعموا وبشكرتهم على دعمهم وكلامهم الحلو. طب ما قبلها عملنا بوست دعم لابو تريك. يا جماعه دي كوره في الاول وفي الاخر، ودايما كلنا بنهزر وبنضحك وكوره، لا بضايقك ولا بضايقني، بس الانتماءات ديت حاجات ما ينفعش ان انا اقوم انا مغير يعني اجي على ناديه عشان انت يعني تكون مبسوط، ما ينفعش يا جماعه.
دي يعني دي مش كوره. لما انا كل شويه اقعد اجي على نفسي واقعد اشتم في ناديه عشان انت تكون مبسوط، دي مش كوره والله، ولا انت حتى كمان هتحترمني. ايه كوره ايه غير شويه انتماءات وناس عندها روح بجد وناس بتحب بجد؟ صح يا جماعه؟ عامه مش هطول عليكم اكتر من كده، بس ده واجب التوضيح يعني. محدش يعمل لي تجاد بعد كده لحد ملزق، حد ريحته وحشه ويجي يقول لي اهو ده الزبلكاوي اللي بجد، يا ريت تبقى زيه، لاني انا مش عايز اقول ما تشرفش، ما ينفعش اكون زي الناس دي. انا زملكاوي وروحي زملكاوي. تحياتي ليكم، سلام عليكم.